السلام عليكم. اليوم بتكلم عن شلون سوينا ون باس. خلطة حصرية جدا. اول شيء خذنا تذاكر المتاحف حطيناها في الخلاط، وبعدين خذنا تذاكر المعارض وحطيناها في الخلاط، وجبنا عروض المطاعم كلها وبعد حطيناها في الخلاط. ولما اقول عروض يعني عروض. وبعدين بهرناها بهاراتنا احنا، يعني ضفنا عليها المعارض مالتنا، مثلا زواج مونسون، مهرجان الحركة، سي ار رانوي، كلها جبناهم وحطيناهم هني وضفنا عليهم مهارات زيادة خاصة وحطيناهم كلهم في الخلاط. خلاط. وكذي صار عندنا الون باس. هاي الخلطة بس أنا أقدر أسويها، لا تحاول تسوي ون باس في البيت. تقدر تشتريها من عندنا ب 399 ريال بس. باي.